اللهم احفظ كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يصلح إخوتنا وأبناء عمومتنا عشائر بره الكرام، وأن يقضون على هذه الفتنة التي تأكل بأجسادهم وبأبنائهم وهم من جلدة واحدة ومن رحم واحد. انظروا وتاريخ التاريخ وانظروا إليه، كل احنا كنا في بيت واحد وصينية واحدة. اخوتي القوا السلاح يا عشائر بريها، واقعدوا وانصلحوا، ان الايام القادمة ستكون اشد اذى وضررا. فاحفظوا انفسكم واولادكم، وقابلوا الزمن الجاي بالرحمة والمغفرة والرضوان. والسلام عليكم يا عمام زكاة ورحمة الله وبركاته.